على بركة الله نستهل هالحلقة الأولى من برنامجنا الجديد اللي مش نحاول نسلطوا فيه فضل أراء المواطنين أي فضل أراكم عدة أضواء على مسائل ومشاكل تعالج وتخالج أذهان الناس. إذن مع الكاميرا وأراء المواطنين في برامج التلفزة صفتهم متفرجين. حكاية راه كلمتين برك في خالد قال لك يعجبكش برامج التلفزة. أنا يظهر لي وسامحوني في الرأي هذا يمكن ما يعجبش بعض الناس اللي يظهر في عشاشة متاع التلفزة إذا كان ما ينقبهاش وما يعملش فيها حادث ما للوهش يصلح هذاك. يسعد الإذاعة والتلفزة التونسية أن تلتقي ولو في لحظات بسيدة الغناء العربي أم كلثوم في بيتها بالقاهرة. لما نسمع هالحس هذا نعرف أن بابا عزيز سي عبد العزيز العروي معنا أو هو مش يسمعنا. معناه سيداتي سادتي آنساتي السلام عليكم. أنتم والميكروفون وسيد الطيب المهيري في قاعة الزفير بضاحية المرسى الغناء. لما ننصت أحيانا لبعض الحصص اللي بتاعك حصص بتاع فن وثقافة فإنها فعلا يعني تثقف وقد أتثقف شخصيا يعني في هذه المناسبات. محقق تحب تشارك في تلك الحصص في رفع مستوى يعني الشعب التونسي بصفة يعني بصفة عامة. أظنك يعني نجحت في هذا حيث شكرا على هذا. عفوا سيدي. هذا الضيف هو الشيخ عمر يدعس الذي له من الخفة خفة الروح ومن الترافة الشيء الكثير. تلك أغانيها سيدي كمية لديها خزينة نقول من الأغاني والأسوانات خاصة القديمة. كيفاش نريدها الخزينة هذه؟ أنا حبيت نتصل بيك تليفونيا وما كنتش نعرف رقم الهاتف بتاعك. اتلقت رقم 12 وطلبت منزل الدكتور طه سمير. بعد مدة جاوبتني العاملة في البريد والهاتف قالت لي في أي ميدان الدكتور هذا يعني جراح ولا طبيب عام ولا حاجة. عاد مزودين تفسر لنا كلمة الدكتور بالنسبة للدكتور طه سميري. هذا الدكتور اللي مش دكتور بالمنجد. خافش تصدم الجمهور بتاعك من خلال نوع النحوت؟ لا ما خافش ما خافش خاطر أنا نحب الساعة أولا اللي نلحق فيه واللي نخلق فيه هو شيء نحس به أنا. كيفين صغير لا شك أن لكل إنسان معناها مطامح. أش كنت تطمح تكون؟ إنه الشريف الزريبي ضيف حصتنا الليلة. سي الشريف مرحبا بك. أهلا وسهلا. لا شك أن عندك ملف لبس به من الذكريات. أيوة. الذكريات مع أهل الفن والأدب كذلك. أهل الأدب اللي كانوا يتواردوا على محل عمل متاعك غرابلي بنهج المر واللي أصبح فعلا معناه مكان تاريخي اليوم. مكان تاريخي ولا أو ألوان نسبة مثلا بابا لا يحمل شرينا ثلاثة أخوات من أختي لونه أحمر وخويا لونه أزرق وأنا أخضر. فمش الله كيف رأيك ساعاتك في الضوء. لكن الواحد متفكر والدي متفكر الوسط اللي عشت فيه وأخواتي وقت اللي كنا صغار مع الأستاذ الهادي العبيدي اللي هو كما نعرف اشتغل في الصحافة في النقد في المسرح كتب الشعر ودخل ميدان الأدب والترجمة. مرحبا بك سيادي. مرحبا شيخ خالد. مناسبة تكريم سلة من المبدعين والمثقفين والإعلاميين صباح اليوم بقصر قرطاج مناسبة يوم الثقافة
وزواج. الحب بالنسبة للفنان ما في شك انه شيء في حياته لازم يكون موجود. والزواج دي بقى يعني لازم فعلا الفنان يتجوز الإنسانة اللي بيحبها واللي بتحبه وبتقدر عمله. وقد قبل الأستاذ محمد عبد الوهاب أن يسهر ولو دقائق معنا من خلال الأثير. وإن شاء الله نراكم هناك بس على شرط تأكلوني وكسكسي بالهريسة. لأن أنا أموت. لا أنا أحب الكسكسي أبو سكر. أيوة بالسكر. ما أحب مسفوف اسمه. مسفوف. هو ده. ما أحبوش لا بالفراخ ولا بالسكر. كمان جنب فماش مقامر في العالم كله. أصعب آلة موسيقية هي الكمانجة. تعز عليك ياسر الكمانجة عشيرتك. بالنسبة لي رضا قلعي. قلك كل حياتي. وأنت أستاذ الكف. وأنا أستاذ مسؤول كف. أنا قريت القرآن وقريت العلم مليح. قريت مليح وكنت قريت القرآن كنت نقري وقريت حتى دروس بالنحو والصرف وشوية في البلاغة وفي. واليوم فاش تقرأ؟ اليوم نقرأ في الكف. لما تجد نفسك أمام مرآة وتشوف إبراهيم القسنطيني، شو الحوار اللي يقع بينك وبينه؟ أنا أقول لك هذه أجمل حاجة قلتها لي تقريبا. علاش؟ كنت نغزل المرية نعمل نخلق دي قلماس نخلق كذا نبدأ هكا فهمت. كنت أنا صغير نغزل المرية وعمل كيف. يا مولاتي نقول له سمي بسم الله وقرأ الفاتحة تبدأ بشوية على وراها معها نقول له زيدة الحمد لله رب العالمين محامل لك ياكل عبد ياكل ودار بها الممرضات زغرت يا البنات البنات تزغرت تهبط هي وتولي تشتح وتغني والدربوكة. نحن الآن في عام 1984. كيف تتصورون التلفزة التونسية عام 2000 ولو أن عام 2000 هو في الواقع غدا أو بعد غد؟ والله التصور هذا أحسن يجاوب عليه يعني أعوان التلفزة المهندسين والمخرجين يعني ما استبيدهم. لكن برمجية يعني أنا نتخير الرهن على الشباب يعني تلزس تكون كما يريدها أهلها محقق. شكرا حمادي، حقيقة أتحت لي الفرصة هذه خاصة بتقديم الاستوانة هذه اللي حقيقة تغذي الروح وهي في الحقيقة لمسات على أوتار القلب ترجع بي إلى أكثر من 10 سنوات في جو باريزي وفي أكاديمية القيثارة اللي موجودة في أحدى دهاليز الحي اللاتيني في باريس. سي خالد كيفاش بديت الصحافة؟ ترعرعت مع الصحافة ومع ما يكتبه أخي الشاعر عبد المجيد تلاتلي من خلال أشعاره ومن خلال مقالاته. ديريجونو سي تي فو فيغ نابول أدميران سي فلوتان بيزاج إنومبرابل إتونتون Pareil aux tapis exposés d'une liquidation de Néréide, occupant sans cesse mes regards et mon imagination qu'elle flatte et qu'elle embarque. وقت شهر 3 وعزيز النوح الله يرحمه وحوى الجزيرة الله يرحمه
يعني القائمة تدور بصراحة بتاع المبدعين، يعني كانت ناس على عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وعلى فيروز كجاكي كونس عن 69. أنا إمتى نسيتك؟ بين الدار وبين الإذاعة عندك شي أماكن أخرى تقعد فيها ولا تمشي لها؟ نجيك نجي اللي دعوه رأي في أم كلثوم. أيوة. وأنا عندي رأي في أم كلثوم. آه. أم كلثوم ما عنديش ما عادش عندي رأي. كيفاش؟ اليوم الرأي نتاعي مشى. الله هي ما نجم نقول حتى شيء، أنا شيء أقوى من اللي باش نقوله. سمعتها في هجرتك وفي حسيبك للزمن. أيوة. وفي برشا غالي شفتها مرتي. لا. أنا أم كلثوم عايش معاها طول عمري. كيفاش؟ نسمعها لازم كل ليلة. العمر. حبيبة عمر. آه. حبيبة عمر. يعني. هي عمري هي حياتي. وعجبني جدا سؤاله لها. أحب شيء لديك هو إرضائي، وأكره شيء هو البعد عن الناس وعن مشاعرهم. أحمل لتونس كل حب وكل تقدير، هذا الذي أحمله لتونس العزيزة الحبيبة على قلبي. البرامج نتاعي ماهيش كثيرة، لكن نخدمها ونحاول باش تبقى وثيقة ماهوش للتاريخ، وإنما تخلد بعض الوجود اللي خدمت تونس واللي حقيقة قامت بمجهود في بعض الأحيان ما يكونش هالمجهود هذايا معروف ومتعرف.